ممن نال شرف رضاعته أمه في المقام الأول آمنة. يقول حسان: يا بكر آمنة المبارك بكرها، يا بكر آمنة المبارك بكرها. وأرضعته ثويبة جارية لأبي لهب في لبن ابن لها اسمه مسروح، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهما. فحمزة عمه وعبد الله من قرابته ابن عمته، وهو كلاهما أي حمزة وعبد الله استشهدا في يوم أحد، كلا من حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش رضوان الله تعالى عليهما استشهدا يوم أحد. وكنية حمزة أبو عمارة، فهو عم النبي عليه الصلاة والسلام نسبا وأخوه من الرضاعة. فهذه ثويبة بشرت أبا لهب بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فورد أنه أعتقها، وهذا قبل أن يطلع أبو لهب أو أن يعلم بعد ذلك أن هذا النبي أو أن هذا المولود سيختم الله به النبوات ويتم الله جل وعلا به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. حال أبويه نحن نشرح: ألم يجدك يتيما فآوى. أما أبوه فإن المشهور عند العلماء أنه مات عندما ذهب إلى يثرب قبل أن تسمى المدينة ليمتار لأهله تمرا، ومعلوم أن مكة ليست أرض نخل. فذهب عبد الله لأخواله بني عدي بني النجار يمتار لأهله في مكة، فمرض هناك وما زال يمرض حتى مات ودفن بالمدينة، ودفن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كم كان عمره عليه الصلاة والسلام؟ المشهور أنه كان حملا في بطن أمه، وقال بعض العلماء أنه ربما كان قد ولد عليه الصلاة والسلام وله بضعة أشهر، لكن الأول أرجح والأكثرون عليه. ثم إن أمه تولته ثم أسلمته إلى حليمة لترضعه، وقد كانت عادة العرب أنهم يبعثون أبناءهم غلمانهم إلى الصحراء ينشأون في البادية لأمور عدة. فكان حظ حليمة السعدية من بني سعد أن تكون مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، فخلد التاريخ ذكرها إلى اليوم وحق لها، وهذا شرف عظيم أنها نالت رضاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأصبح ممن أرضعه عليه الصلاة والسلام حليمة بعد ثويبة وبعد أمه آمنة بنت وهب. هنا مكث قرابة 4 سنوات أو تزيد قليلا من الأشهر، ثم أعادته خوفا عليه بعد أن وقع له حادث شق الصدر، لكن أمه كانت على يقين أن ابنها هذا سيكون لها شأن، سيكون له شأن وأنه لن يخذل، وقالت: إن نورا خرج مني أضاءت له بصرة من أرض الشام. فكان هذا توطئة لها أن تعلم أن هذا الابن وهذا الغلام سيكون له شأن عظيم، وقد كان، بل لم يكن لأحد من الخلق شأن أعظم من شأنه صلوات الله وسلامه عليه. وكفاه قول ربه جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقد رفع الله عز وجل ذكره في العالمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المقصود أن هذا ما كان من وقع الأمر على آمنة لما أعادت حليمة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أمه.